حل. وين انت بالضبط؟ وين؟ باب البيوت. باب البيوت. موصل القديم احنا. يعني من قريب من موصل القديم ولا من قريب؟ والله يعني هذا ابوه. الحمد لله على السلامة. انت وين بالضبط حجي؟ بالشفاء. بالشفاء. من مطبعك. مطبع في الجامعة. شلون تحررتوا؟ الحمد لله صاحب جيش طلعنا. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. قد اعداد الدواعشي هناك جوه؟ والله ما اعرف ايش قلت. يعني هم اكثرهم انهزموا، احنا خاتين بالبيت بالسرداب. شنو اجانب ذولا عرب؟ بهم اجانب والله. بهم روس. شو تاكلون شو تشربون انت حجي؟ والله شو اسمه بقايا اكل باقة عدم. بس. خبز وهذا بقايا تاكل. عدمه واحد قدامكم؟ والله انا قدامي ما عدمه بس انا قدامي ما عدمه والله. شو تقولون للجيش العراقي حررتهم؟ الحمد لله بارك الله بهم الحمد لله. ربي يحرسهم. الله يحرسهم. الله يحفظهم ان شاء الله. البيوت ساكنين فيها كلها سراديب. اي انا كنت عايش بالسرداب وهم مريض يعني جلستين عندي. حجي ما شفتهم اعدادهم؟ شو انتم تاكلون؟ والله ما شو تشربون تاكلون؟ عندي الرجل هذا ما ادري صنده ماي بير وعندي تانكيا صار له 6 أشهر الماي عندي ماي حلو اشرب. وكل أكل كنت مخزن، احنا على الموصل دائما نخزن الأكل. شو تقول لأبطال الفرقة مدرعة التاسعة على الحرارة؟ أتخلون الراس، الله يستر عليكم ويبارك فيكم. عددهم أنا يعني أنا رجعت شبير، مريت على الدنيا، والله ما يتجاوز عددهم ال يعني ايش أقول لك؟ والله يمكن أكذب إذا قلت أكثر من 20، ما 20 أكثر، سجنوا أنا أحد أعلى، في المنطقة اللي نحن بيها غير أمانة. منطقة هذا البلوك كله الشفاء منطقة الشفاء هاي هاي المنطقة اللي هاي اللي طلعنا منها هاي المنطقة هاي المنطقة المطبعة اللي طلعنا منها بيها بيوت البيت طلع لنا الركن اجي الصبح واحد روسي يخاف يعبر على البيت المقابلنا يخاف يعبر دز الحجي حجي يقول ما اطلع انا وقبل ما طبون كان واحد كروسي شايل فلاشكوت خلاص قام يرمي انا اقول لكم شو اخي ما يطلعون انا اقول لك بس اسمعني حجي ايوه انتوا شفتوهم ماكو طلعتوا من اللي هم موجودين ما تقدر نطلع ما نقدر نطلع حتى نجهز نفسنا بس شنو صار جيراننا صيح ابو عبيد الجيش اي وطلعنا يعني على شفنا برا ما طحد فقابلنا مطبعه طلعنا شفنا الجنود جينا بس جيراننا ما طلعوا انا اقول لك ترى موجودين بين البيوت قاعدين يعني هم قاعدين فروا يعني يقول لك فرغ لي الغرفه دفوت هذا اقتلك هسه هنا يشعلك ما عنده مانع يشعلك يشعل البيت ما عنده مانع حالنا من حالكم تقول له يقول لك انت ما اعرف مرتاد ما اعرف شو يقول هالسوالف هاي يعني يعتبرونا احنا مرتدين من بدايه البلوك من بدايه البلوك من بدايه البلوك بس متاخر بعد دلوها مرموا عليكم لا 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 ما كانوا موجودين سيد ما موجودين هم من البارحة ما حتى ما حد ما شفنا منهم حتى كان الجيش أول البارحة كانوا وراها قلوا كان حتى يجوا اليوم قلوا اليوم بس واحد جيد جيد علي تمت الموافقة على السيدي على الموافقة استلمت بارك الله فيك جميع الجوالات جميع الجوالات التهيؤ بعد الضربة للقفز التهيؤ للقفز بعد الضربة استلمت بس دير بالك على العوائد، عوائد داخليهم عبروا العوائل عليه، عبروا العوائل عليه، بس دير بالك عليهم بالضربة، بارك الله فيك. هذي يعبرون يلا تلف الضربة، بارك الله فيك. جو 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 جو. روح روح مرتضى روح. الحمد لله على السلامة. على سلامتكم. تعالوا 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 لا تخافوا تعالوا تعالوا الحمد لله على السلامة تعالوا تعالوا تعجبهم جيبهم حمد عندك موي لحظة يا نا يا موي يا هيا مول الحمد لله على السلامة حجي الله يسلمك انت وين بيما منطقة بالضبط بالش اسمه بالفاروخ وجينا اللي جاي على مود النعبر الحمد لله على سلامتكم الله يسلمك دواعش ايش قد اعدادهم هناك؟ والله ما نعرف اعدادهم هسه انتم جيتوا ما شفتوهم؟ لا والله ما نشوفهم قليل يمرون قدام البيوت شنو ذولا جانب عرب؟ لا والله اكثرهم عرب شلون الفاروخ هسه شلون وضعيتكم بالفاروخ؟
والله تعبان والله. ايش تاكلون؟ شو تشربون؟ والله على ال الحنطة. زين حجي شفتوا اكو اي زيديات موجودة بحي الفاروق؟ لا لا والله ما شفت. لا عد والله ما احد قدامكم؟ عد ما احد قدامكم؟ شفت بالشارع. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. وين انت من اي منطقة؟ والله انا من الشفاعة. ايش وقت تحررتوا؟ والله شفتها خير. الحمد لله على سلامتكم. الله يسلمك الله يعافيك. والدواحش ايش قد اعدادهم؟ كم واحد امه؟ والله ما نعرف. انا يوم هم طلعونا من البيوت. طلعونا مسلحين من البيوت. اليوم؟ يومين. وين انتم وين حجي؟ الحمد لله على سلامتكم. الشفاء. وين بالشفاء؟ قبال المطبخ. الحمد لله على سلامتكم. ايش قد اعداد الدواعش؟ ما شفتوهم؟ والله ما اعرف. لا والله. ايش انتم تاكلون؟ شو تشربون حجيه؟ ويني امي؟ ماي خبز. امي ويني؟ زين عد ما واحد قدامكم؟ عد ما واحد قدامكم؟ ما اعرف. لا ما شاء الله. الحمد لله على السلامة. انت وين بالضبط؟ وين؟ والله وراء المطبع ما ابننا فيه. الحمد لله على سلامتكم. الله يسلمك الله يبارك بيك. اكو دواعش موجودين؟ والله قبل ساعتين تقريبا. ايش قد اعدادهم؟ والله قليلة. كم واحد يعني؟ كانوا عين سحبون. ايش قد اعدادهم؟ ايش قد؟ والله يعني كانوا يجوا مجموعات قليلة. زين شنو اجانب ولا عرب شنو؟ والله بيهم هيك وبيهم هيك. عندما واحد قدامكم؟ لا لا. اي زيديات ما شفتوهم؟ لا لا هناك موجودين؟ سجناء؟ لا لا ما شفت. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك الله يبارك. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. وين انتم وين بالضبط؟ بالحي الشفاء. وين بالشفاء؟ بالبداية بالبداية. الحمد لله. يم المطبعة. الله يسلمك ويرضى عنك. ايش قد اعداد الدواعش موجودين جوا؟ والله ما يتجاوزون الاصابع. الله يخليك. شنو ذول اجانب شنو؟ والله بهم اجانب بهم عرب. عد ما واحد قدامكم؟ والله قدامي يعني ما عاد بس جماعة اللي انهزموا قدام يعدون بيهم. لا وخر خي عبره. خلي عبره. تعال عبره. تعال تعال عافية بطل. يا الله يا الله. مزق يا خي عبره. بس ارفع معانا ارفع. اي منا يا عبره. تنطقين منا. هاي ترى تأجل معك راحة وكيف. لا لا ما في. يلا تعال تعال عبره. يلا عبره 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 شو استعجله. الله الله الله. هذا الطريق هذا الطريق منا. يلا منا منا عبر منا. هذا ممر آمن. هذا منا قناص يضرب. بس تحت عليه. الحمد لله على السلامة حجي. وين من أي منطقة؟ الشفاء. وين بالشفاء بالضبط؟ الشفاء يم المطبعة. الحمد لله على السلامة. سلمك الله يعافيك أخويا. شو إيش قد أعداد الدواعش جوا؟ الله يب. والله ما ثلاث أربعة خمسة بالفرق. شنو أجانب ذولا عرب؟ والله منهم أجانب. أجانب وعرب. أكثر من تلعفر والقرى. هسه هم وينهم من هزمه؟ من الزراحة. شو تاكلون انتو؟ شو تشربون؟ والله يا الله ما يسحب. لحم السان. بس جديد. هذا ما محمد؟ ما شفتوا سجناء موجودين؟ لا 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 ما شفت. بس ما اعدام كثير اعدام. اعدامات؟ اي والله يهزمون العالم. يهزمون العالم يعدمون. اي واحد ينهزم ينعدم؟ اي واحد ينهزم مره حرمه طفل ينهزم. ايش قد شفتوا معدومين تقريبا؟ والله شفنا كل مثلث ما صار اشخانه. ما شفت قد؟ تقريبا بهم 35 واحد. قبل جلال الحكي. قبل شهر. لا لا هاي مش شهر. شهر يا محمد. شهر. لا يابا لا ما شهر. والله ما صار له 15 يوم عمي. يلا الحمد لله على سلامتكم. يلا حجيه. يلا الحمد لله على سلامتكم. خلصتوا الحمد لله على السلامة. انتوا وين بالضبط؟ وين؟ انا هنا قدام المصباح. الحمد لله على سلامتكم حجيه. الله يسلمك. انتوا تاكلون حجيه؟ شو تشربون؟ شنو تاكلون؟ الحمد لله الله ما قطعت. يلا الحمد لله على سلامتكم. تبدل لي دنيس النسوان اثنين بطن. يلا جيبهم 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 خطايا يضربوهم جيبهم. تعال تعال تعال. استعجلوا استعجلوا. تعال يلا تعال. تعال عبروا عبروا على السرعة. يلا حجي الحمد لله على سلامتكم. بس منك لازم. يلا تعالوا منا تعالوا منا تعالوا تعالوا. احنا الجيش العراقي. تعالوا يا احمد. ايه احمد ايه على
استعجلوا استعجلوا. الحمد لله على السلامة. انتوا وين بالضبط؟ حبيبي احنا بالشفاء الثاني. شفاء الثاني؟ بالشفاء الثاني. شو تتحركتوا؟ هسه الحمد لله على سلامتكم. ايش قد اعداد الدواعش جوا؟ والله ما اعرف. ما لين نجي. يلا الحمد لله على سلامتكم. يا الله. وين انت بالضبط؟ بالشفاء بالشفاء. وين بالشفاء؟ بالشفاء الثاني. ايش قد اعداد الدواعش جوا؟ والله ما عديت تمام. يلا الحمد لله على سلامتكم. هذا واحد رجع مقطوع. وين؟ اخوي. ايش بيه ايش بيه اخوك؟ يلا لا تجي يا ضاري. ماشي بس شيل الهندوزر. يلا اسس. منا هاي المره والله. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك ويا. الله يسلمك. وين انتم حجي وين بالضبط؟ نعم. وين انتم بيتكم بالضبط؟ نحن بيتنا بالرجعني. وهسه جاكم اللي جاي لعد؟ نعم. شلون جيتوا اللي جاي؟ زين بس شوي شعلوا البيت. يلا قاعد انزل. وحولوكم اللي جاي؟ شو وقت تحركتوا؟ نعم. شو وقت تحركتوا؟ الحمد لله على سلامتكم. روح حج روح. احمد 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 الله يحفظك عمو بكر. اريدك بس تلقوني. الله يخليك. لا تخاف اخوي. وين انت بالضبط؟ وين؟ بالشفاء بالشفاء. يلا الله يخليك. بس الحج. تعال عبر بنيه عبر بنيه. يلا يا الله. يلا بعود. يلا يا بعلك يا ابو مسعجل. ما في شيء والله. ما عندي شيء. ما عندي شيء والله. ما هاي هاي الطبابه. هاي الطبابه. هاي الطبابه هنا. بس اريدك تلقاني. ما قول يا الله. ابطال الفرقه من درعه التاسعه تخلي عدد من العوائل. عليكم السلام. الحمد لله على سلامتكم. الله يسلمك. الله يبارك فيك. احنا يم شركه حلب. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. قد اعداد الدواعش جوا؟ ما باقي كلهم انهزموا. شنو ذول اجانب عرب الموجودين؟ اجانب اجانب. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك عيونك. وين انت وين حج بالضبط؟ بالشفاء. وين بالشفاء؟ يم يم شركة حلب. الحمد لله على السلامة. ايش قد اعداد الدواعش؟ والله خلال الحج. كم واحد يعني؟ والله كانوا يمنا بالبيت ستة تقريبا. شنو ذول اجانب عرب؟ داغستان. شنو؟ داغستاني. داغستان داغستان؟ جابهم داغستان علينا. يلا اطلعي اطلعي. يلا معمر. يلا معمر. يا طالب فوق من درعة التاسعة لواء 36 تغلي عشرات العوائل. الحمد لله على السلامة. السلام عليكم. الله يسلمك يا ابو. الله يبارك فيك. الحمد لله على السلامة حبيبي. الله يسلمك. انت وين انت وين بالضبط؟ نحن؟ اي نحن جينا من باب البيض قاعدين بالشفاء وضغط عليه. الحمد لله على سلامتكم. الله يسلمك. شوف لك الدين هاي شيل حجيه. هلا هلا بالابطال. هلا عافية عافية ابطال. والنعم والنعم منكم والنعم. الراجل الاول 36. يلا حبيبي. هلا حبيبي. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. انت وين بالضبط؟ حي الشفاء. وين بالشفاء؟ زخت وقعت بالطريق. الحمد لله على السلامة. حي الشفاء المستشفى. صار قد اعداد الدواعي؟ والله ما ادري قاعد بالمكسر قاعد صار فتية ما طلعت. شو انتم تاكلون شو تشربون؟ والله طحين. اي؟ كنا. بس الدواعي شوي انهزموا؟ والله ما ادري يا رجل بس قاعد. شلون طلعتوا لعد؟ والله الجيران قالوا نطلع وطلعنا من الانفاق هذا النبي نجيت. يلا الحمد لله على السلامة. الحمد لله. لا تخافوا لا تخافوا. روح روح لا تخاف. روح روح. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك حبيبي. وين انت وين بالضبط؟ احنا بالشفاء. وين بالشفاء؟ يم دورة قاسم الحياة. زين شفتوا موجودين دواعش جوا؟ والله كانوا موجودين وتهزموا. ايش قد اعدادهم؟ والله حدود 25 الشكل. شنو هذول اجانب عرب؟ اجانب. اكثر شيء اجانب. اكثر شيء اجانب. اجانب روسي. متى تاكلون انتم شو تشربون؟ والله هالقسم الله. عندنا واحد قدامكم؟ لا ما شفنا صراحه لان خاتلين بالبيوت. ما جابوا جنائز يزيديات؟ لا لا لا. يلا الحمد لله على السلامه. الله يسلمك حبيبي. الحمد لله على السلامه حبيبي. شلونك؟ مليح. يلا مليح. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. وين وين بالضبط؟ والله انا من منطقه باب البيض وحولنا على الحي الشفاء والحمد لله الله فرج علينا. الحمد لله على سلامتكم. هاني منطقة باب جديد بس ساكن حي الشفاء يوم شركة حلب. شو قد طلعت جيت الإجازة؟ يوم 20/3. تعال عبر منا. 20/3 يلا عبر. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا أخويا. قد أعداد الدواعي الجو موجود؟ والله بايزين 12 10 بايزين. شنو هذول أجانب عرب؟ والله نصهم أجانب ونصهم عرب. يلا الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. الله يسلمك. وين وين بالضبط؟ الشفاء. شو وقت تحررتوا؟ هسه. الحمد لله على سلامتكم. بس ما يقعد. هذا هذا والله ما عجي. والله الحمد لله على السلامه حجيه.
ولد بشي حجي ايش قد اعدار الدواعش جوا؟ فين هذا العمل؟ كانوا عندنا بس يمكن اربعة نايمين اي ثلاث ايام نايمين عندنا شو يقولوا لكم نايمين عندكم؟ ما ماشي يقولوا لنا نخاف نحكي ما نطلع من شنو هذول اجانب عرب حجي؟ من ما جانب ومن ما عرب وسوينهم؟ هزموا من ضغط الصاروخ يم بيتنا وقع بيت وقع الصاروخ يا شيخ محمد الصفار كلهم انهزموا عافوا سلاحهم وانهزموا من عمت عن حظهم الحمد لله على سلامتكم منا حجي اطلبوا تعال انت حجي راح تلقاك عافية ابطال ابطال فوج الاول اللي 36 الله الله بارك الله بيكم وين راح توصل لنا والنعم منكم والله وقت عوائل وراكم واضح سيدي واضح حسي طلعنا يلا حجي اعطيني لك اعطيني لك صحيح صحيح سيدي حجي قبل ايش قد كانوا الدواعشكم قبل ايش قد والله حجي قبل 6 ايام بالمسدسات فوق انا احنا خاتين بالسرداب شو يقولوا لكم يقولون لازم تطلعون هيك على الفاروق قلنا ما نطلع احنا ناس يلا هسه بنشوفوا ابطال فرقه بدر على التاسع سووا ما ادري ما راسل من شفناكم جيتهم طلعنا نزمهم ولا شفتهم نزمهم ولا من نصب يلا الحمد لله على السلامه والله صار 6 ايام كل شيء موقع شو تاكلون شو تشربون والله الفضائل اقسم بالله على الفضائل مال هاي خبز يابس على شهر او ازيد او اقل نقع مي ملحنا وهم شاكلون والله ما ادري نادي نادي عسى حب اقول له روح طبعا كل شيء اوكي هذا قاضي استحمية الحمد لله على السلامة تعطيني جوالي جوالي من احنا قول يا الله قول يا الله ارسل احمد قول يا الله تعاملنا تعاملنا حجي منا هذا طريق امن منا قبل ويا الجنود سلامة انتوا وين بالضبط؟ كمل كمل يا حي الشفاه كمل شو وقت تحركتوا؟ والله قبل نص الحمد لله على سلامتكم ما يجرب ما يجرب يوار انا سلامتكم الله يسلمك حبيبي حمدي يعني شفناكم بالخطة الامامية بس ساعدون العوائل بدنا تنقذوهم كلياتهم تعالي جاي تعالي جاي تعالي جاي مثل ما جاي شوف قنص على العوائل اللي جاي نعبرهم ازيد من يعني الاف العوائل جاي نحررهم من موصل القديمه باتجاه شفاء باتجاه شفاء باتجاه شفاء وحي باب سنجار باب سنجار الاف العوائل النازحه يعني وفرنا لهم ممرات امنه معنوياتكم شلونها؟ والله معنوياتنا جيده جدا ورقم شهر رمضان واحنا صايمين ومثل ما جاي يشوف حراره الجو لكن ابطال فرقه التاسعه ما يمنعنا من هذا الشيء وان شاء الله نتقدم الاخر مع اقل داعش يا الله حجي قول يا الله اوكي ماي فرند اوكي يا جوت يا يا العافية بطل بطل مرتضى الله تعال عسري عسري دواعش ايش سوى سم مش فاته والجيش والله بهدلونا ونزمه ومننا هذا اخوك شنو؟ لا والله هذا نايمه الحمد لله على السلامة ايش قد اعدادهم جوا ايش قد اعدادهم؟ والله قليلين والله شنو جانب عرب؟ عرب وجانب انهزموا هسه؟ هسه جيب النفق انهزموا اكو نفق وين يودي النفق؟ على المشاهدة على المشاهدة والفارق يلا الحمد لله على سلامتكم يلا وين فينا؟ طيب بالمدرسه وما ديش الفتحه الحمد لله على السلامه حجي سلمتكم والله تعبنا والله انت وين حجي بالضبط هنا كنا بالاقصى قبيل الاقصى الحمد لله على سلامتكم تعال شو انتوا تاكلون حجي ايش تشربون والله كل شيء ما عندنا الحمد لله عايشين على الله وش سووا دواعش وشافوا ابطال فرقه من 13 وسطهم اخذوا اكلنا واخذوا شرب بهدلونا انقصف بيتنا الاخر واحد شنو حج يعني افتروا عليكم على البوت باقوكم شنو اخذوا اكلكم؟ والله ياخذ ياكلون يشوفوا فوق كيلوين لحم ونحن حنطنا كنا ما يفتح الحمد لله على سلامتكم والله جيت ضربه بالله ونات وقعت على المويه وما ما جبت جثه وما جبت جثه ما جبت جثه ظلت شنو ابنك؟ ايه والله ضربت الحمد لله على سلامتكم خلي يلا يلا راسك بالشمس سلامة انت وين بالضبط وين هنا
شو اسم المنطقه؟ دار قاسم الخياط. الحمد لله على سلامتك. الله يرحم والديك. قد اعدار الدواعش موجودين؟ خليدين اول. على السلامه. الله يسلمك عمي يرحم والديك. انت وين بالضبط انتم؟ موجودين هنا بدرب قاسم الخياط. هسه تحررتوا ان شاء الله؟ الحمد لله تعالى. قبل شوي تحررتوا. الله والديكم. ما صرنا 10 دقائق ربع ساعة. الحمد لله على سلامتكم. الله يسلمك. سووا دواعش مشافوا ابطال فرقة مدرعة تسعة وصلوا. راحوا وطلعوا ما ظل احد. نزموا؟ طلعوا وشلوا. احنا نقبل الصوب وما يروح. رفض الاخلاق، رفض الاخلاق. ابطال العلم العراقي ان شاء الله، احنا فرق 16 و73 الابطال. ضربنا القناص براسي والحمد لله شكون نقضنا العوائل. احنا جينا لخدمة العوائل. والنعم امكم والنعم. واحنا شو اقول لك ولد الملحة. بعد ما والنعم امكم والنعم. احنا نقدر نحكي حقنا يبس. ابطال الله يحفظكم ان شاء الله. معنوياتكم شلون معنوياتكم؟ والله معنوياتنا عالية. يعني شو بدي اقول لك؟ يا هالمعنويات عاليه مصوب بعدنا بالقتال والنعم ونعمكم ابطال ان شاء الله. الله يحفظكم ان شاء الله. باليمنى باليمنى نحرر وباليسرى نعمر. ابطال فرقه التاسعه وابطال فرقه 16 ومتقدمين مثل ما جاي تشوف. ولواء 73 فوج الثاني. اشتباكات اشتباكات جدا جدا عنيفه مثل ما جاي تشوف. يلا سلام سلام. قلت لك على السريع عبر. شنو السلاح؟ بازوكا تصنيع محلي. سلاحهم هذا؟ سلاح الدواعش. عفوا ونهزموا. عفوا ونهزموا. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك الله يرحم والديك ان شاء الله. أنا من منطقة الزنجيدي. وشو شو أداك هسه؟ أنت وين بيا منطقة حرارت؟ أنا تحررت منطقة الشفاء. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك الله يحفظكم ان شاء الله. احنا كنا بالاقسام الداخليه خاتلين غادي ويا العوائل وحررنا. جيت القوات الامنيه جت وحررتنا. قد اعدادك تقريبا؟ يعني اعداد العوائل بالالافات. والدواعش؟ الدواعش اقلال ما ذاك كلهم راحوا خلصوا بقصف طيران. قد ايش كم واحد هم عددهم؟ اليوم شفناهم تقريبا بال 20 واحد يبوي. شنو اجانب عرب؟ مشكل عرب واجانب ويسمون مهاجرين هم يسمون. شو يقولوا لكم شو يحكون؟ احنا درع كنا لهم. شلون؟ درع مالهم كنا. شلون احكي لي شلون؟ صير قدامنا صير قدامنا حتى يقصفون علينا ويجي يسوون بينا. اي؟ اي. والجرحى مالتهم شلون عبروهم؟ الجرحى ما عبروا موجودين بالمكاوي موجودين غادي منهم. بالمكاوي؟ بالمكاوي صحيح. هسه تحكي بالمكاوي؟ لا انا كنتين بالشفاء. ايش قد اعداد الجرحى مالهم؟ لا تسال كثير حيل حيل. كثير الناس معهم منهم. تاكلون شو تشربون انتم؟ والله ناكل يا سجر نحوش من سجر هناك. هم ايش ياكلون؟ هم درجه ولا ياكلوا ايش ياكلوا؟ كل شيء عندهم؟ كل شيء عند تمر طحينيه دبس. يعدموا واحد قدامكم؟ بس اللي نازم على القوات الامنيه يعدموا. ايش قد تقريبا يعدموا؟ هسه انتم تشوفون بعينكم خاف اقول لك عدد وما تصدق. لا قول لي عدد. يوميا اي من قوات الامنيه تتقدم يقتلون بال 20 30 واحد حتى مو نسوان اطفال يرمون عليهم هيك. والما تلوحوا طلقه يضربوا بالهواء يقصمون بالهواء. هسه احنا عندنا نازل كنا عليكم بالهواء قاموا يقصفون علينا. زين ذول السجناء ما جابوا ايزيديات ما جابوا عندكم؟ لا لا ما شفت ايزيديات ما شفت ابد. لا والله سجناء؟ لا لا ما شفت ما شفت. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك الله يسلمك. وين بالضبط؟ انا شفت مريض بالمستشفى. مريض بالمستشفى؟ بالمستشفى العام. سد الحفر هسه يعني هالايام؟ هالايام قبل شو طلعت؟ هاي قبل قبل اسبوع. طلعونا ترى صار عسل ضرب هذه. 3-1 فطلعوا احسن لكم. 4-3 دواعش طلعوا؟ اي الدواعش. قد اعدادكم دواعش؟ قد اعدادكم؟ شلون قله؟ كم واحد؟ بالتقدم بارك الله فيكم. خايف يفوتون علينا اثنين وجماعة يوقفون برا ما بالضبط ما اجانب عرب والله بيهم اجانب بيهم يعني عادي يعني عرب. زين انتم منين تحررتوا؟ تحررت منين؟ من هاي شو اسم الحي؟ حي الشفاء. وين بالضبط؟ يا لي هنا جوال وليد بارك الله فيك. جامع دورة قاسم الخياط ايش قد تبعد عليه؟ بعيدة حيل بعيد. نحن ما سمعنا بكم تعال تتقدمون. نحن جينا تقدمنا. تقدمنا يعني لي قدام. حتى اليوم الصبح مرتين قصفنا. وين اركب؟ قد اعداد الدواعش هسه جوا؟ وين بالمنطقة غير؟ اي فاروق هاي المناطق اللي جوا شفاء. والله بيهم يعني. قسم منهم قاتلين قسم منهم واقفين بالشارع. ايش قد الواقفين بالشارع؟ ايش قد القاتلين ما شفتوا؟
واقفين 4 4 3 3 2. اجانب ولا عرب؟ لا لا عرب. ايش ياكلون؟ ايش يشربون؟ وانتم ايش تاكلون؟ ايش يشربون؟ ياكلون عادي يعني. رخي رخي. احنا اخر شيء نحن ما ترى اكل ماكو اكل بالمنطقه. على كيفكم؟ تعبتني ابوي انا عاد فتش لك بيت. والله العام تصدق علينا تنطينا. احنا قف بالسراب. شوفوا بس خلع بوك. انا في الجار. شضايا دير بالك. وقف لا تحرك. شضايا اصبر. بس اصبر. هذا يضربون بالهونات. الحمد لله على السلامة. تعال في دوري قبل. وين بطانية؟ ما حد يستشيل بس. خلي على ظهري. على السلامة. لا والله بس كل واحد مني جاية. والله سهلة. طيب شنطة مال الزلمة. محتاجين شي عمير مقاطع. وين بالضبط؟ وين بالضبط انتم؟ بالشاش. هنا على رجل اليمين. شنو صار وياكم؟ والله حجي الصدر. تحتاج شرغام؟ لا تسلم الله. والله مانع. عندك تليفون شيء؟ لا والله ما عندي رقم بس شيء. الله يرحم والديكم. السينما جوال وليد. هيا سالم الله يبارك. يوم واحد بشهر الثالث. عباس بن كيل. هسه بسيارة وليد بن التدريب. وتصابت رجلي. الحمد لله على سلامتكم. الله يسلمك. هسه شنو اللي صار؟ شلون تحررت؟ شو تحررت؟ الحمد لله. شو تحررت اليوم؟ قبل ايش قد؟ قبل ساعات. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. شو سووا الدواعش؟ كانوا موجودين يومكم؟ مو جدي. ما من طلعت ما كانوا موجودين. قبل هاي الساعة، قبل ما يطبون الطاقة. كانوا موجودين. شفتهم انت؟ لا ما شفت. قدهم كم واحد؟ شنو؟ والله ما اعرف عددهم، لان انا اصلا كنت قاعد بسردة. شلون هسه من النقابات؟ من الطاقة؟ الجيش الابطال. الله يرحم والديهم. والله ما قصروا. شالوك ايش قد مسافة؟ والله هم شالوني مسافة طويلة. من حي الشفاء يمكن اسعاني بالبورصة. شو تقول لهم لطاجة؟ الله يرحم والديهم. واحنا ممنونين منهم. فرقة التاسعة المدرعة. الفرقة التاسعة المدرعة. جايين بخدمتك. الله يرحم والديهم. نشكر فضله. والحمد لله على كل شيء. حباب عمك هذا قاعد. لا تخافي.
عافية بطل عافية. ماكو شيء بعد ماكو شيء. بطل. رفض دول قلبك حياتي والله أنا أبو داعش. منين جاي تركض؟ جاي من مكان الخطر واللي جاي جاي تركض على رجلي. حبيبي. روح يا ابني اتحركي 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 وين ماما وين سيد هاي ماما وين ماما ماما وين هاي سيد هاي يلا يلا جودي يلا تعال حبيبي يلا تعال هاي بنتك هاي بنتك الحمد لله على السلامة حجي. بس عمي مصطفى دباك القناص منا. تعال تعال يا جابر جابر جابر. تعال منا منا يلا احمي منا انا. بس عشان. هاي هي يا يلا يلا عادي كيف تعيش. يلا اسمعني يلا روح يلا. يلا 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 قول ان شاء الله نجيك ان شاء الله قول ان شاء الله كل عندك يا اخي الله يرحمني يا جماعه طاحكم الله يرحمني يا جماعه طاحكم الحجي الله يستر عليكم الله يستر عليكم يلا قول 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 راح يا محمد يستر عليكم يلا حجي يقول يا الله حجي يقول يا الله يا الله حجي يقول الله يسلمك والله حتى نسيت امين ولا اروح عليه ان شاء الله نكمل هذا الحجي قدام يلا يلا انت تجيب هسه ابو عمر شوف يلا يلا صعد يلا بعد يلا يلا تخاف وين سويت النبي سالم صعب الله يسلمك وين بالضبط وين انا يم حي الشفاء وين بالشفاء يم دار القاسم الخياط ايش وقت تحررتوا تحررنا اسا قبل 10 دقائق الحمد لله على السلامه الله يسلمك ايش قد اعداد الدواعش كانوا موجودين سووا مشاكل كانوا قليلين وانسحبوا ايش قد يعني ما يقارب 50 60 واحد قليلين 50 60 واحد زين هذول جانب عرب اكثرها جانب دفنا وبل بالضربة البارحان ضربوا بيها زين ايش سووا مشافوا ابطال فرقه من درعة التاسعة وسطتهم كل انسحبت كل انسحبت انا شوي وين انسحبوا وين انسحبوا على الفارق الفارق مو عوائلهم ولا واحد لا هم قبل عوائلهم حولوه قبل ايش قد حولوا عوائلهم قبل تقريبا اسبوع من اسبوع جاي زين عندهم واحد قدامك انت شفته لا 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 يزيديات مساجين ما شفته لا لا قدامكم لا لا ما شفته انا عجيب صدعه الحمد لله على السلامه حجي والنعم فرقه تاسعه ابطال والله ابطال والله ابطال اجوا علينا على البيت والله الله يرضى عنك الله يسر عليكم الله يسر عليكم انا فوق فرها فرها السلامة. الله يسلمك من اي منطقه نحن من منطقه القديمه وين بالضبط منطقه القديمه من الشفاء تابع للشفاء شنو اغرب شيء على الجامع في جامع شيخ خالد تحررتوا ان شاء الله تحررنا ان شاء الله قبل ايش قد قبل 5 دقائق اعداد الدواعش موجودين هناك موجودين بكثره قد اعدادهم والله كثاره
تقريبا والله كثيرين ما ينعدون يعني شنو دول جانب عرب 100 مجانب بيهم روس كل شيء يشطط بيهم لما شافوا ابطال الفرقه التاسعه وصلوا وسووا هم شردوا وانهزموا شو تاكلون شو تشربون ما تجي من جونا معاناتنا كثيره لان هم يعني عندهم واحد قدامكم والله كثير عندهم ما واحد اثنين ليش قدام. شنو السبب بلون على العالم على لحيتك على ايجارك ليش كفرت هاي السوالف وعلى ايجار لان سجناء او ايزيديات ما شفتوا جابوا لا ما شفنا يمنا لان احنا المناطق القديمه ما يجيبون كانوا انت منين من نفس المكان يعني انتم قرايب لو شنو اخوه ثلاثتنا اخوه بيت واحد نحن منو اطلع ايش الحمد لله على السلامه انت وين بالضبط وين بالضبط بالشفا وين بالضبط؟ بالشفا يم المسجد والله ما اعرف شو اسم المسجد. شو وقت حضرتك؟ تو قبل ربع ساعة. يلا الحمد لله على سلامتكم. الله يسلمك. السلام عليكم. عليكم السلام حبيبي. عليكم السلام. جيش شو تقول للجيش العراقي الفرقة التاسعة؟ خلف الله عليهم وصلونا هاي دحك عليها تملخت الحمد لله على سلامتكم الله يسلمك عندكم مي عندكم مي عندكم مي طيب مي الله يستر عليكم الله يكرمك الله يجزاك خير ان شاء الله يلا يلا بس ما تطبعوا الدكتور نفسي جوال علي دواي من جوال وصل واجب. علي انطيتك اهداسيات ولي حد الان ما رديت لي خبر. كم واحد؟ ثلاثة. Thank you.
استقبلت آمريات ضابط الفرقة المدرعة التاسعة لهذا اليوم عدد كبير من الحالات الإنسانية من إخواننا النازحين من محافظة نينوى من محافظة الموصل. أغلب هذه الحالات المرضية هم جرحى أثناء نزوحهم من هذه المناطق وتوجههم باتجاه القطعات الأمنية. قامت عصابات داعش الإرهابية بإطلاق النيران مباشرة القناصين والهاونات على هذه العوائل العزل الذين يرومون الهروب من هذه العصابات الإجرامية باتجاه قطعات الجيش العراقي. تم استقبال هذا العدد الكبير من النازحين الجرحى والمرضى. عدد المرضى الذين تم استقبالهم خلال هذا اليوم الحالات الإنسانية، حالات هبوط انخفاض ضغط الدم، حالات انخفاض السكر، حالات أخرى، خلال هذا اليوم يصل إلى حوالي 400 حالة مرضية بالإضافة إلى الجرحى الذين تم استقبالهم في محطة تضمير متقدمة خلال هذا اليوم. وين تنقلهم مثلا يجيبوهم هنا هاي الطوابق القدوة ويسوونهم مثل العجلات، وين تنقلهم؟ والله تمثل ما قاعد اشوف، يعني شفت عدد النازحين اللي موجودين، يعني شفت اللي هو احنا دائما مشغولين ما عندنا مجال يعني نهائيا طول اليوم اثناء ما نكمل من هذه الحالات خاصه الجرحى يتم اخلاءهم الى مستشفيات وزاره الصحه بعد السيطره الكامله على هذه الحالات، يعني على هذه الاصابات بعد السيطره وقطع النزيف وسيطره بشكل كامل على هذه الحاله يتم نقلها الى مستشفيات وزاره الصحه، لانه احنا مكانه دائما مشغول، ويعني دائما مشغولين نحاول نفرغ اول باول حتى ما يصير علينا زخم.